المستقبل اللي رايحين ليه معروف، ولكن المراحل اللي كانت محدده كما اعلن رئيس الجمهوريه قال نحولها الى وقت اخر حتى نتفادى المرحله هذه ونرجع للاصلاحات السياسيه اللي راهي منتظره من خلال الدستور الجديد، من خلال قانون الانتخابات، من خلال ايضا قانون الاحزاب، ونروح مباشره الى الشعب ينتخب على المجلس أي ينتخب على الدستور وتكون انتخابات تشريعية من بعد. هذا اللي كان مخرر من قبل احنا راح نرجعوا له، هذا ما ننساوش، يبقى دائما في بالنا لنا راجعين له، لأن الجزائر المستقبل كان اللي يقول جزائر جديدة. أنا ما نقولش الجزائر جديدة، نقول الديمقراطية الجديدة. الجزائر ما عندنا لا قديمة ولا جديدة، الجزائر دائما الجزائر. وراح نبني دولة اللي تكون هدف تاع الجميع، كل واحد منا مواطن كل الاتجاهات نتاعو يلقى مكانته في الدولة، ونفرق ما بين الدولة وما بين الحكم. فيه اليوم مخطط تفكير في المستوى تاع الحكومة في مستوى الخبراء كيفاش راح تكون الجزائر من 2034، لا من الناحية الاقتصادية، لا من الناحية الاجتماعية، من ناحية التطور الاقتصادي، العلاقات، هذه كلها نبدأ من درك نفكر واش راح تكون الجزائر من 2034.